وضمن لقاءات التلفزيون المصري خلال جلسات الحوار الوطني، أكد رئيس حزب العمل الاشتراكي والتنموي محسن أبو سعدة أن مصر تحتاج للدور الكبير للجمعيات الأهلية التنموية. وأضاف أبو سعدة أنه يجب على الأحزاب السياسية تشجيع المواطنين للانضمام لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الأحزاب السياسية تشجع كل في مكانه المواطنين بالانضمام إلى هذه المبادرة والمساهمة فيها، بحيث ان هو يكون توعوي دور توعوي للشعب ان المفروض المشاركة في هذه الجمعيات وفي هذا التحالف حتى يؤدي الدور الجيد لهذا البلد في الظروف اللي احنا بنمر فيها. فالاحزاب المفروض تقوم بدور قوي في هذا الاتجاه، كل لان خصوصا الاحزاب منتشرة على مستوى الجمهورية، جميع الاحزاب مش حزب واحد بس، جميع الاحزاب، ما فيش حاجة اسمها احزاب معارضة واحزاب وطنية. فالوطن عندما يحتاج يكون كلنا يد واحدة، كلنا في اتجاه لبناء هذا البلد وحافظ عليه. أختم بهذه الكلمة. وخصوصا أن هذه المبادرات يتبناها السيد رئيس الجمهورية، وهذا الحوار الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية فرصة طيبة لجميع الاتجاهات أن يؤدي هذا الدور.